نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نبي الحبشي سلامة الذي اختطفته عناصر إرهابية شمالي سيناء، وذلك منذ 5 أشهر واستشهد بأيديهم، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر. هذا وأكدت الكنيسة على وقوفها متضامنة مع كل مجهودات الدولة المصرية في دحض أعمال الإرهاب البغيضة، مشددة على أن أعمال الإرهاب تزيد المصريين عزما على الوحدة الوطنية.